الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر. وفيديو جديد وخبر جديد من القناة. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قرارا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية حتى إشعار آخر. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية: إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما من مساء الاثنين 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول. وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وأكدت استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل من مناطق المملكة 13. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.